اسمه احمد نافع الابوري حالي. اي فندم، الف مبروك. شكرا. ناويين تشرفونا كتير يا فندم؟ اسبوع، سبعة ايام بلياليهم. اه فاتتني حكايه بلياليهم دي يا حبيبتي. حتى بحوس لو كان اجار الاوضه لحد النهار وجوها بالليل لحد تاني. اتفضل سيادتك بالقنصلي اللي هناك وانا حصل سيادتك بالقنصلي العفش. لا انا افضل اكون مع العفش. ده ما يصحش. طيب هم حتتين قدامك هم. ما تخافش يا وتخلي بالك منهم عشان فيهم الظروف بتاعتك كلها، وانت عارف الايام الظروف دي صعبه شويه. يا بيت ما اني اسمع، ما تهبطهمش على الارض علشان الشنط دي مش بتاعك، مستلفهم من واحد صعب. يا بيت ما اني راح عليهم. ايه ده يا استاذ؟ انت هتسيبنا نمشي لحد الاوضه؟ اه صحيح، فاتتني دي. تاكسي تاكسي. ما تستعبطش، لازم تشيلني. انت ناسي ان دي اول ليله في جوازنا؟ اشيلها ده ايه؟ ما تكونش فاهمه انها اتجوزت طرزان. ساكت ليه؟ ما تيلا. بس بسال يا حبيبتي، يعني تحبي شيله معينه ولا اي شيله والسلام؟ كله ماشي، المهم تشيلني وبس. قوي على كل قوي. انا لو اعرف من الاول ان العمليه تقيله كده كنت خلعت. الجمله دي معناها انك ندمان على جوازك مني. معقوله يا حبيبتي اندم برضو على احلى حاجه حققها لي ربنا؟ حقيقي الكلام ده من قلبك يا حماده؟ من نخشيشي، من جوه نخشيشي انا وقال يا حبيبتي. تأخرت على سيادتك يا صنصير، العفش كان متعطل شوية. تؤمر بأي حاجة سيادتك؟ هو احنا بنسرق؟ مش متجوزين؟ بس احنا في الشارع، قصدي يعني في قدام الاوضه. خلاص نكمل جوه ولا تزعل. استنى، اتمنى لك حياه زوجيه سعيده. وانا كمان يا هانم اتمنى لك حياه زوجيه سعيده. انا شفتك فين قبل كده؟ شيل بقى. بس لو شلت يعني. يلا شيل. طيب هقول لك على حاجة بقى. ايه؟ أنا غير مسؤول بقى عن اللي هيحصل جوه بعد الشيلة دي. مالكش دعوة. ولا اسبوع عسل؟ وهو الاسبوع خلص والجلسه بكره. اطمن يا معلم،
بكرة الصبح هيكون في المحكمة. يا ابراهيم افندي الحكاية دي عقباها وحش قوي. اطمن يا معلم، احنا اساتذة القانون وكلمتنا واحدة. لما اشوف على العموم هنتقابل في المحكمة بكرة. بإذن الله يا معلم نتقابل في المحكمة بكرة. بقول ايه لسعادتك؟ ايه؟ ما تقبل مسكرة. لما تجيب لنا كده حكم يخش مزاجي اديك السيجارة اللي هي. مع السلامة يا معلم. الله يسلمك. سلام عليكم. والعمل يا ابراهيم افندي؟ والله ما انا عارف يا عم صالح. كلمه في اللقانة. ما تعيطش يا عم صالح، كلمته كذا مرة، ست مرات. كل العمال بتوع لوكاندا قالوا لي ان العروسه نبهها عليهم عدم الازعاج مهما كانت الظروف. حاول تاني. ما تعيطش يا عم صالح، هحاول تاني يا سيدي. الو لوكاندا، من فضلك اديني الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي. الابوري الابوري يا ست. عارف عارف انه يا ست انا وكيل اعماله ومدير مكتبه وكاتب اسراره. الله، المساله خطيره خطيره جدا، احنا متسوحين يا هانم. الله، لا لا مؤاخذه يا بنتي، اصل انا منفعل شويه تعبان. حاولي تاني، الهي يسترك. شهر عسل ايه ده والمكتب تعبان؟ الله يخرب بيتك يا عم صالح، من يوم ما عيطت مفيش خالص. ليه يا عم صالح؟ ليه؟ افرد وشك يا راجل، حرام عليك. خلاص يا ساتر عليك، المفروض يشوف شغله الاول وبعدين يبقى يعسل على كيفه. ما تعيطش ما تعيطش ابدا. حبيبتي بس اقول الوم لنفسي وبعدين احط السماعه. قولها لي فوق. احنا بقالنا اسبوع بنقول بس واجب برضه نرد. سيب اللي يرن يرن. طب مش جايز تكون ماما؟ ماما؟ ممكن. الو؟ اهلا يا ابراهيم افندي. الله يبارك فيك. ايوه موجود. الو؟ ايوه ابراهيم افندي. ازاي؟ الحمد لله يا بيه، كله تمام. المكتب عال وكلنا بندعي لك بدوام الصحة. ربنا يقويك يا أحمد بيه، ربنا يقويك. أيوة بس أنا وقعت زبون سقع وبرشمته في مقدم الأتعاب. بكرة يا فندم القضية في المحكمة الكلية دايرة 11. لا اطمن، بكرة من بدري هكون في المحكمة. مع السلامة. يا سلام على ابراهيم الفندي ده، جدع بشكل. أحسن واحد يشكل الزبون ويجيب رجله. ده إيه بقى الشغل بتاع بكرة ده بقى؟ واحنا حبيبتي مش متفقين نقضي اسبوع عسل وبعد كده نبتدي الشغل؟ اصل خلص بسرعه يا حبيبي. لا لسه فاضل الليلان. معقول؟ ده انا ما كنتش واخده بالي. طيب ما دام خدت بالك ما تيجي جنبي بقى. غريبه اننا متجوزين بقالنا اسبوع ولسه بنتكسف من بعض. هو دايما اولاد العائلات الكبيره بيبقوا كده يا حبيبتي. أصل أنا مستعجل ليه؟ لازم أقابل إبراهيم قبل الجلسة ما تتنهي، ولا يعني أخش أتراحم في قضية معرفش فيها حاجة. هتوحشني يا حبيبي. حياتك ما تقولهاش بحنية قوي، لأحسن نرجع في الكلام ونقعد تاني. ها؟ والمتهم يروح في شربة مية. طب ما تتأخرش عليا. لا، وده معقول؟ أتأخر عليك ده إيه؟ أنا حكمت بالقضية كلمتين وجاي على هنا على طول. هدفع حساب اللوكاندا ونطلع على بيت والدتي. عشان نقضي بقية عمرنا في عسل، إن شاء الله. يا حبيبي لما ترجع مش هتلاقيني. لكن هتلاقي شنطتين، هاتهم وحصلهم. انت هتسبقيني على بيت والدتي؟ بصراحة احنا مش هنسكن عند والدتي. نعم.
اوعي تكون عامله حسابك اللي احنا هنقعد عند والدتك. احنا مش هنسكن لا عند مامتي ولا عند مامتك. امال هنسكن فين؟ في رصيف نمره 5 بتاع فريد شوقي؟ من غير هزار من فضلك. هزار ايه بس؟ احنا مش اتفقنا انا وانت قبل الجواز ان احنا مش هيكون لينا شقه خاصه لوحدينا، علشان انا ما عنديش فلوس ادفع مقدم ايجار او خليه رجل. حصل. طب لما هو حصل بتطلع عيله وترجع في كلامك تاني ليه؟ حبيبي بالهداوه من فضلك، ولعلمك انا لا رجعت في كلامي ولا انت هتدفع مقدم ولا خلو، والشقه جاهزه. الشقه جاهزه؟ ايوه، بس انا كنت عايزه اخليها لك مفاجاه. بتتكلمي جد؟ طبعا، شقه محترمه مفروشه. انت قلت مفروشه؟ ايوه. يا نهار اسود، انت عارفه مفروش يعني ايه؟ يعني فيها عفش يا حبيبي. يا خرب بيتك يا احمد يا نافع يا ابوري، انا قد شقق المفروشه؟ اهدى بس وصلي على النبي. ده انت لو بعتيني انا والقضاء اللي عندي على باب المحكمه ما اجيبش اجره يومين في شقه مفروشه. قول لي بالصلاه على النبي، انت عندك استعداد تدفع كام في الشهر في شقه فاضيه؟ 180 قرش. يعني 190 جنيه، 25 جنيه. خلاص هو ده اللي هتدفعه. ليه؟ انت اجرتها من واحد في مستشفى المجانين؟ ابدا، ده راجل طيب وعاقل. شقه مفروشه ب 25 جنيه؟ ده بير السلم بيتأجر اكتر من كده الايام دي. بقول لك صدقني شقه مفروشه لوكس وفيها توصيل التليفون كمان. نوال انا حاسس انك انت بتدبسيني زي ما حصل يوم الشبكه. انا حصل مني حاجه يوم الشبكه يا حبيبي؟ ايوه، مش قاعد تقولي لي شبكه ايه يا حبيبي؟ ولا يكون عندك هم؟ حاجه رمزيه نجيبها، ولما جينا للجد واحنا للسايخ رحت هبد عليك ب 500 جنيه. اخسى عليك، ايه اللي بتقوله ده؟ انت مستخسر فيا شويه ذهب ب 500 جنيه؟ يا ولد حبيبتي، انا عمري كله فداك، بس انت عارفه تجيله غطاه. انا علشان اعمل فرح ونيجي نقعد اسبوع هنا بعت عربيه ابويا الله يرحمه. اي نعم كانت مليان دركسيون وملهاش عجل ولا كاوتش، انما هي جابت حاجه برضه. معلش بكره تجيلك قضايا كتير وتغتني، ومن حسن حظك الناس زمامها باظت والبلاوي كتر، يعني اطمن رزقك هيزيد. نوال وبعدين احنا مش عايزين نتكلم دلوقتي، خليك فاكر احنا وقفنا لحد فين وبعدين نكمل. ايوه بس هتتاخر على القضيه. قضيه ايه؟ القضيه اللي كلمك عنها ابراهيم افندي. يا نهار اسود، القضيه مش هتكمل الفطار؟ فطار مين؟ القضيه هتروح. انت بتعملي ايه؟ جايه اودعك. انت بتودعيني بالهدوم دي ما صحش. ما دام انت مقتنع ان انا كويسه ولا يهمك كلام الناس. ناس ايه؟ كلام الناس يشوفوك بالطريقه دي بقى. حاجة ده كلام ما صحش كده، ايش اطلعي فوق؟ طب بقول ايه؟ بعدين يلا. يلا يا اسطى. بصل ايه؟ يلا يا سعادة البيت، يا سيدي بتبص على انت وهو. يلا يلا يا سيدي. بعدين ده ايه؟ ده لو ما كانش دلوقتي ما ينفعش. احمد حبيبي. نعم. نعم ايه بس؟ بتقول احمد حبيبي. انت اسمك احمد حبيبي؟ لا. لما هو لا تقول لها نعم ليه؟ نعم ليه؟ انت احمد حبيبي؟ لا. طب بتقول لا ليه؟ تقدر تقول لي ازاي هتيجي على الشقه وانت مش عارف عنوانها؟ هات دوس يا سعاده الباشا، الراجل زمانه شرقوه في المحكمه. تخلص القضيه يا حبيبي وتيجي على طول. طب اتفضلي بقى على فوق، ويا كنزله ليكي في وش تاني. يا سيدي خلاص، يلا يا عم، يلا يا سيدي. الشافي فيومي، ممكن نتصاحب؟ لا يا عبد الشافي، لا يا عبد الشافي يا فيومي، مش ممكن نتصاحب. قلت ايه بقى؟ خساره. اعوذ بالله، اول ما شاف مراتي عايز يصاحبني. عاجبك كده يا ابراهيم افندي؟ طمن يا معلم، جاي باذن الله، جاي باذن الله. الواد اخويا هيروح عوانطة يا ابراهيم افندي. يا معلم تماسك. الله، دي لعبتي انا بقى. الحمد لله الاستاذ وصل. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك يا مبروك يا استاذ. مين ده؟ اخو المتهم. بسرعه يا بيه، القضيه هتتندى. مين يا معلم؟ ده ما انتش جرب المحامي بتاعك ولا ايه؟
انا الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي. ما تفهمه يا ابراهيم؟ فهمته يا سعاده بيك. شوف اما اقول لك، لحد النهارده بعوني الله ما فيش قضيه تتندى وانا مش موجود. ما تفهمه يا ابراهيم؟ فهمته يا سعاده بيك. ما فيش حكم يطلع من المحكمه مش على مزاجي. الله، ما تفهمه يا ابراهيم. يا بيه احنا ما قلناش حاجه، بس اصل يعني ما فيش يعني هو كني في قضيه يبقى تنام وتحط فضلك بطيخة صيف. فهمه يا ابراهيم. فهمته يا سعاده بيك. ايه والبي زعل ولا ايه؟ صاير خد على خاطره منك شويه، ما انت لكيت وعجنت معاه ليه كده يا اخي؟ على فكره عاوز اقول لك حاجه. ايه؟ اصل سعاده البي احمد ايه؟ فلته من فلتات الطبيعه. ايه؟ لكن ممكن كل حاجه تمشي لو زودت شويه في مقدم الاتعاب. من اجل كل هذا يا حضرات القضاة، ومن اجل ما قدمته لهيئه المحكمه من ادله، اطالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم. طالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم الذي اعتقد انه طالما يعمل غزارا انما يستطيع ان يذبح البشر كما يذبح البهائم. اشكر هيئه المحكمه. ابراهيم القضيه على ايه؟ الدفاعي المحضر. ابراهيم القضيه على ايه؟ تفضل يا وشاه. احمد نافع الابوري حاضر على المتهم يا فندم. تفضل يا استاذ. المتهم اللي لابس ازرق. حضرات القضاء، حضرات المستشارين، السيد المتهم، السادة الحاضرين، السيد إبراهيم الوكيل بتاعي. اللهم صل على النبي، الأستاذ لأجل بختك مركز أوي النهاردة. أيوة يا أستاذ. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ وأي شيء يقال؟ وأي شيء يقال بعد كل ما قيل؟ وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ كما قال الشاعر: رب قول قيل في قول خير من قول يقال أو لم يقال. الأستاذ فتح جامد قوي، ربنا يزيده. ده الأستاذ ده فصيح فصاحة. ثم دعوني أتساءل، هل كل قول يعتبر قول؟ ها؟ كلا 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 وأنت كلا. فهناك قول وهناك قول آخر. أما بالنسبة لقضية اليوم التي نحن بصددها، فدعوني أتساءل بكل ما أوتيت من قوة، ماذا أقول؟ ادخل يا أستاذ. أدخل فين يا فندم؟ ادخل في الموضوع يا أستاذ. إن شاء الله هدخل يا فندم، بس سيادتك عارف، سيادتك عارف يا فندم إن المقدمة الإيضاحية مطلوبة يا فندم. اللي بتقوله ما فيش ريحة الإيضاح يا أستاذ أحمد. طيب أعيد يا فندم من الأول علشان المحكمة تتابعني؟ ما فيش داعي يا أستاذ أحمد. الراجل متهم بقتل جاره والشهود موجودين. يا أخي الله يخيبك، ده أنا بيوصى على سبع جار يا أخي. الله، ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ كده تعمل كده برضه يا مفتري؟ تؤجل القضية لجلسة باكر لزماع شهود الإثبات. والله يستحسن برضه يا فندم. Thank you.
بآمن. احنا فوق اخر شقة عند السطوح. ومين في حير يطلع السلالم دي كلها؟ يا خرابي، ده انا على ما اوصل فوق يكون الواحد اتهد حيله واتقطع نفسه زي ما حضرتك التليفونات مقطوعه. يا مسهل استهانم. اكيد تعبان مش كده؟ إيه؟ هي فعلا السلالم بتاعتنا عاليه شويه. هي عاليه بقى يا ست هانم. معلش اتفضل اقعد استريح. اقعد فين؟ ايوه صحيح، ده احنا ما عندناش كراسي، اصلنا مأجرين الشقه مفروشه من اول النهارده. ايه مفروشه؟ وهو فين فين الفرش ده؟ يا صاحب البيت هيجيب شوية حاجات واحنا هنجيب الباقي. تحب اجيب لك كوباية مية تبل رقك بيها؟ ربنا يسترك، ربنا يستر عرضك. هاتيلي شفشق. حاضر. شفشق. بس يا خسارة مفيش كوبايات. لكن اسمع، ممكن تغسل ايديك كويس وتشرب بيها من الحنفية على طول. حضرتك الأول متأكدة إن في حنفية وفيها مية؟ لا 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 اطمن، مش للدرجه دي. الحنفيه قدامك اهي ولسه ماليه منها الفاز. مش معقوله. احط بقى التليفون ده في انا حته تاني. خليها هنا احسن، عشان ناوي اشتري حتة موبيليا شيك واحط التليفون عليها. حاضر. ولا اقول لك؟ اه. احسن خليها هنا. هنا اهو؟ هنا اهو. حاضر. اسمع. ايه؟ خليها هنا احسن، بس طول السلك عشان يوصل الشقة كلها. الأستاذ أحمد نافع الأنبور المحامي. مين بينده على الأستاذ أحمد المحامي؟ في ورد عشانكم. طلعوا فوق. فوق فين؟ اخر دور. حاضر. كويس انك جيت راكب توصيله التليفون دلوقتي. اشمعنى؟ عشان تدق زي ما انت عايز، لان بعد كده هنراكب ورق الحيطان. ولا مؤاخذه حضرتك والبيه منقولين من بلد تانيه؟ منقولين ايه؟ ده احنا لسه متجوزين وفي شهر العسل. ربنا يسعدكم يا ست هانم. ميرسي. لكن حرام برضو تاخدوا شقه مفروشه، دي اكيد غاليه. ما هو لو هنستنى لحد ما نقدر نجيب شقة فاضية هكون أنا بقيت عانس وهو طلع على المعاش، يبقى بلاش نتجوز بقى. من هدي كهرباء. ميرسي أوي. يا سلام على رقتك يا ماما. إيه؟ مش فاهمة. بيقول لحضرتك امضي بالاستلام. برضو مش فاهمة. بيسأل حضرتك يلزم خدمة تانية؟ فهمت. دقيقة واحدة يا حاج. متشكرة قوي. متشكرين. إذا عطت ورد تاني ما تبعتناش. علي الورد وسنين الورد جابوا الورد من فضلك
من فضلك انت سيبني في حالي، مش ناقصك. انا بس عايز اسال الاسانسير شغال ولا لا. ولو كان شغال كان يبقى ده حالي ومنظري. فلوس ايه يا ستان؟ لا 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 لا، انا مش عايز فلوس، انا مش عايز فلوس، بس انا سايق عليك النبي، لو التليفون ده عطل ما تبعتوليش. الراجل صحيتي على قدي، عندي عيال عايز اربيهم. بكره صاحب البيت يصلح الاسانسير. صلح؟ بتصدقي الكلام ده برضو؟ الاسانسير بتاعكوا ده ما بيشتغلش الا في العطلات الرسميه. انا عارف البيت ده كويس قوي، عارف صاحبه كويس قوي قوي. سلام عليكم. سلام عليكم. تعالنا بالشقه. الله حبيبي، اوعى تقول انك تعبت من السلم، ده انت لسه شباب وما يصحش كده. يلا قوم. زعلتك؟ زعلتك في حاجة؟ طبعا لا. حد قال لك ان انا عندي حاجة عليها القيمة هتورثيها من بعديا؟ برضو لا. امال عايزة تخلصي عليا وتموتيني بدري ليه؟ اخفى عليك، ازاي تتهمني اتهام زي ده؟ انت فاهم يعني ان ما عنديش محامي يترافع عني؟ يا حبيبتي، المحامي اللي انت قصدك عليه ده بعد اسبوع واحد في الشقة هنا مش هيبقى في حالة رافع ولا اللازم منه. ما تكبرهاش بس امال. فيها ايه يعني لو كنا سكننا عند والدتي زي ما اتفقنا من الاول؟ حبيبي انا قريت في كتاب ان اهم حاجه بتوصل لمرحله الطلاق ان العرايس يسكنوا في بيت اهاليهم او يبتدوا حياتهم في بيت اهاليهم. الكلام بيكتر، امك قالت، لا امك انت اللي قالت، ويبصوا يلاقي نفسهم عند المأذون. اكيد اللي كتب الكلام ده ما سكنش فوق السطوح، اكيد يعني. أول مرة يرن في بيتنا يا حبيبي. ألو؟ أيوة يا حاج. كده؟ طب معلش ولا يهمك. مع السلامة. إيه في إيه؟ لا أبداً يا حبيبي، مفيش حاجة مهمة. ده صاحب البيت يبارك لنا وبيتأسف إنه مش هيقدر يبعت أوضة النوم النهاردة. أمال هننام على الأرض؟ وإيه يعني؟ منها نشأنا وإليها نعود، وبعدين دي هتبقى ذكريات هنفتكرها في المستقبل ونضحك عليها. مش هنلحق نفتكر، لأننا هنكون انتقلنا للرفيق الأعلى بسبب الروماتيزم اللي موجود في الشقة. روماتيزم إيه كفالة الشر يا حبيبي؟ يعني ما أنت شايف الإزاز المكسور؟ ده غير الهوا اللي هيلعب من تحت الباب. ده الجو جميل قوي يا حبيبي الليلة دي. جميل إيه ده؟ إحنا في يناير يا ست هاني. ما تخافش، أنا سمعت النشرة الجوية بنفسي في الراديو، وبيقولوا إن الجو النهاردة دافئ ممتع خالي من الرياح. وبتصدقي كلامهم برضو؟
من فضلك تستناني 5 دقايق بالظبط. حاضر يا هاني. لسه متضايق؟ هفرقع. طب خد اكسر دي. ليه؟ اكسرها بس دلوقتي حالا هتستريح، اصلها حاله نفسيه. لا يا شيخ، يعني كل ما بعصب اروح مكسر اي حاجه قدامي؟ طوالي. اه، وانت لما هتتنرفزي انت كمان هكسر اي حاجه قدامك؟ طبعا. الحمد لله انا ما استناش عند امي. اهلا اهلا يا ماما. اهلا، اتفضلي اتفضلي، تعالي استريحي. اتفضلي اتفضلي. اقعدي يا ماما هنا، اتفضلي اقعدي هنا. ميرسي قوي يا ماما على الورد. يلا يا حبيبي انزل هات ازازه الكازوزه لماما. من تحت. ايوه بس بسرعه. لا 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 مش عايزه. بتقولك مش عايزه ودي تيجي برضو؟ يلا يا حماده. اذا كان صاحبه الشقه نفسها بتقولك مش عايزه. اه مش كده. وصلت رمضان فاتي. اكيد تعبتي مش كده؟ ايه ده يا بنتي؟ مش تقولي انك ساكنه في البرج؟ وانا لقيت غير كده يا ماما وقلت لا وما سكنتش. امال امال فين العفش؟ صاحب البيت قال هيبعت اوضه النوم بكره واحنا هنكمل الباقي. اه بكره. ودي شقه دي تدفع فيها 60 جنيه؟ اوعى تقول الكلام ده لاحمد لحسن ده على الاخر. طبعا انا فهمته انها ب 25 جنيه بس، وحضرتك هتكملي وهتدفعي كل شهر زي ما اتفقنا يا ماما. ها وايه بقى سلم المطافي ده؟ مطافي ايه يا ماما؟ دي بتوصل على السطوح. على السطوح؟ عن طريق شقتكم؟ وفيها ايه يعني؟ اعتبريها ديكور. المرة الجاية لما تيجي تزورينا مش هتعرفي الشقة من حلاوتها. أنا هو أنا فيا صحة عشان أجيلكوا هنا تاني؟ عن إذنك يا أختي أنا ماشية. ايه يا ماما مش معقولة رايحة فين؟ أصل التاكسي استنيني تحت. يبقى مش ما كنتيش جاية عشان خالتك تعبانة شوية. قلت أروح أشوفها وفوت ابارك لك على الشقه. ما كنتش عارفه المصيبه اللي انت عايشه فيها دي. طب تتعشي معانا بكره؟ انا اتعشى معاكم؟ اطلع السلم ده تاني. وحياتك يا ماما. السلام عليكم. عشان خاطري يا ماما. حاضر. عشان خاطرك. عشان خاطرك. عينيا الاثنين. حاضر. ما تنسيش يا ماما. حاضر. مع السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. كده لسه برضه مصدقه مصلحه الارصاد؟ الحقيقه ما لهمش حق يخدعونا بالشكل ده. هما اللي بيخدعونا ولا احنا اللي بنخدع روحنا؟ حبيبي ده سيني. مش لما دهب تروح الاول؟ اخفى عليك، خدني في حضنك. ما كنتش عارف ان البرد له فوايد لذيذة كده. وانت لسه شفت حاجة؟ لقيت فوايده حبين الصبح لما نقوم من النوم نلاقي ضهرنا متاني ورجلينا مكلبشة ببعض. روماتيزم بقى. وبدل ما نروح على المحكمة ينقلونا على المستشفى. طب نام وانت ساكت، ما تبوظش الجو الرومانتيكي اللي انا عاملاهولك ده. اه ايه مالك يا حبيبي؟ الرطوبة ابتدت تخرج مفاصلي. طب اسمع انا عندي فكره جنان. الحقيقه يا حبيبتي افكاري كلها بننزل. ايه رايك نقوم نخرج نتفسح؟ نتفسح؟ انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ وايه يعني؟ بيقولوا ان في محلات بتسهر للصبح. الصبح اللي انت بتقولي عليه ده لازم اروح فيه المحكمه، ولازم اكون فايق ومستريح علشان اعرف اترافع عن الناس ولا اقف قدام القاضي زي الطرش. ومين هيفسحني غيرك يا حبيبي؟ يا حبيبتي انت ليكي يوم واحد في الاسبوع تتفسحي فيه زي ما انت عايزه. بقيه الايام البرنامج هيكون كالاتي: ارجع من المحكمه اتغدى وانام ساعتين، بعد كده انزل اروح المكتب اقابل العملاء، ارجع من المكتب ادرس القضايا، ثم اشرب اللبن، ثم انام في هدوء. اه جواز تقليدي يعني؟ هو الجواز كمان حطوه على درجات؟
ايه ده يا حبيبي؟ ايه؟ الظاهر حد بيفتح الباب. مصيبة، ده هيكون حرامي. ده يبقى حمار قوي لو جه هنا. طب قوم شوف في ايه؟ يا حبيبتي، أنا لغاية دلوقتي موافق على كل حاجة. إنما توصل لحد إن أنا أواجه حرامي وجها لوجه، أنا آسف، ده مش من طبيعتي ولا من أخلاقي. قوم بلاش كسل، الزوبعة خلصت. يا تقومي تقابليه أنت يا تنامي وتسكتي. أسكت إزاي؟ لا أقوم طبعًا. تقريبا صاحب الشقه دي. ده احنا اللي ساكنين فيها. الله، هي سكنت من النهارده وما تقربش لحسن حضره في المليان. لا مليان ولا فاضي يا ست هانم. الموضوع ما فيه ان احنا جيران. ايه؟ اصل انا مأجر البدروم بتاع العماره مفروش، مأجره من صاحب الملك، واتاخرت في دفع الايجار، فالراجل من بجحته قفل البدروم ومنعني اخش انام فيه. شوفي قله الحياة. ايوه، بس البدروم اللي بتتكلم عنه ده يبقى تحت وانت دلوقتي فوق على السطوح. يا ماما، انا متعود اطلع هنا كل يوم استخدم السلالم دي، ابقى على السطوح على طول. وبعدين؟ وبعدين انزل على سلالم الخدامين ابقى تحت من شباك المطبخ المكسور بتاع البدروم، انط ابقى جوه ونام، ولا من شايف ولا من ديري، والصبح نفس الحدوته. يا حرام، اتفضل. كرسي. اعمل لحضرتك قهوه؟ لا يا ماما، متشكر. هي ما رجعتش. ما عندناش لا بن ولا ميه. بتتكلم. حتى الحرامه ضربت معاه الصحوبيه. هنعمل ايه يا استاذ هانم؟ اصحاب البيوت ما بقاش في قلوبهم رحمه. فعلا، خصوصا صاحب البيت بتاعنا. تصور ما اجر لنا الشقه دي ب 60 جنيه في الشهر. يا ساتر يا رب. احمد بيدفع 25 وماما بتدفع الباقي. احمد مين؟ احمد جوزي. وستك متجوزه؟ ولسه عرفان جداد. ألف مبروك يا هانم. اسمحي لي أقدم نفسي، عبد السلام الدمنهوري. نوال مختار. وبالمناسبة دي أرجوك تقبلي عزومتي أنت والبي على العشاء بكرة بالليل. بلاش بكرة عشان ماما جاية عندنا. وماله؟ ده أنا هكون سعيد جدا لو ماما شرفت معاكم. مش عارفة. نعم، ما تكسفنيش، خصوصا إن إحنا جيران. لحسن بعدين أنكسف أعدي من عندكم تاني مرة. يا خبر، حضرتك تعدي في أي وقت. خلاص، لازم تقبلي العزومة. خلاص اتفقنا. ميرسي. انا هستناكم الساعه 8 في القصر بتاعي. قصر ايه؟ ما انا مسمي البدروم بتاع القصر. تصبح على خير. وانت من قلب. من حق. انا هحاول بعد كده اجي بدري علشان ما اقلقكوش وانتوا نايمين. براحتك، مش مهم. اصيله يا نوال هانم، اصيله. مع السلامة. انت واقفة تتسالي مع الحرامي؟ ده مش حرامي يا حبيبي، ده الأستاذ عبد السلام. الأستاذ عبد السلام؟ أيوه. الأستاذ عبد السلام مين؟ الدمنهوري. الدمنهوري؟ عبد السلام الدمنهوري كمان؟ الدمنهوري مين؟ جار اللي في البدروم. اللي في البدروم؟ وإيه اللي جابه في السطح؟ صاحب البيت مش راضي يدخله لأن في أجرة متأخرة عليه. والراجل متعود من زمان ينط من شقتنا على سلم الخدم، على مطبخ البدروم، على جوه، ينام لا من شاف ولا من دير. أيوه. يرد زي ما هو عايز زمان، لكن دلوقتي دي شقه متأجر فيها سكان، القانون يمنع اي تصرف بالشكل ده. لازم اساعده وانصره على جشع صاحب البيت. تقوم تخليه يعمل شقتنا كوبري. الناس لبعضيها،
النهارده احنا نساعده وننططه من فوق لتحت. جايز بكره نتعذر ولا ندفعش الاجره ينططنا هو من تحت لفوق. والواحد برضه لازم يبص لقدام يا حبيبي. الدفاعي اتفضل. حضرات القضاة، ان هذا المتهم الواقف امامكم ايه ده يا استاذ احمد؟ لا مؤاخذه يا فندم، اصل يعني امبارح تضيعوا في ماذا اقول والنهارده تضيعوا في البرد والانفلونزا. اصل يا سعاده الدين يعني الازاز مكسوره يا فندم. فالازاز يا فندم الازاز مكسور والاوضه اصلها بهواء. فهو دخل يا فندم وقعد واستريح. استريح قوي يعني. ايه ده البرد؟ لا يا فندم. عبد السلام انت مجهولي. يا استاذ ركز في القضيه اللي قدامك. اقعد استريح على مساله الشاهد الاول. نادي على الشاهد الاول. عبد الفتاح سليمان المنشاوي. قول والله العظيم اقول الحق ولا شيء غير الحق. والله العظيم اقول الحق. رفعت الجلسه. يستحسن برضه يا فندم. عامله حساب لاخرتها، دي اخرتهم سودة بعيد عنك. لكن انا وانت كده واللي زينا عجبنا حد، هم بقى على جهنم. يا عالم اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا يا حبيبتي. شوكولاته؟ من يد ما نعدمهاش. كمان واحد. ايه بس ما تقوليش تحنفي. ايوه. عن اذنك ثانية واحدة. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. على فكرة ايوه حلوة قوي بلوستك دي. ميرسي. يعني لو جاني الجوب بقى كده ولا كده ابقى استلفها منك. تحت امرك في اي وقت. هو البيت بتاعك بيشتغل ايه؟ محامي. ربنا يحرسهولك. ميرسي. انا بقى البيت بتاعي بيشتغل في شركة استثمار كبيرة قوي. حاكم بيتكلم بالسبعة تولسون. هايل. بقالنا 12 سنة متجوزين والحمد لله عايشين عالي العين. عمرنا ما اتخانقنا مع بعض. اكيد راجل عظيم. لكن الرك برضه على الست. والمثل بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. ما تستقليش بالكلام ده. هي صحيح امثال شعبيه لكن ليها معنى كبير وبتنفع. ماما دايما تقولي كده. طب والست هتعود جوزها على ايه؟ حاجات كتير يا حبيبتي. يعني مثلا الكلمه في البيت لازم تبقى كلمتك. هم عليهم الشغل وبس، واحنا علينا الاداره الداخليه
والعلاقات العامة. حلو قوي حكاية الإدارة الداخلية والعلاقات العامة دي. وكمان مصروف البيت لازم يبقى في إيدك، تصرفي اللي تصرفيه وتتكني اللي تتكنيه. بس متهيألي ما يصحش الواحدة تعامل جوزها بالشكل ده. ده يصح ونص يا حبيبتي، هو حد ضامن الزمن اليومين دول؟ ألعاب الرجالة بقت كتير قوي. بيني وبينك كده، في نوع من الرجالة لما القرش يجري في ايدهم ينقلبوا ويفتروا. ايوه على رأي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربات. ماما دايما كانت تقول كده. مامتك دي باين عليها لذيذة قوي. العقول مع الطلاق عن حاجة. ابدا، انا يا دوب كنت حبك عشان الغدا. يا اختي سيبك سيبك سيبك، الوقت قدامنا طويل، احنا قاعدين نتسامر مع بعض. على رأيي طول عمرنا بنطبخ للرجال، اخدنا منهم ايه؟ بس ده كتير قوي يا معلم. حد رد ايه الجو؟ لو ما كان جه ساوي يا سعاده البيت، كان معاكم على ابويا عيشته، كان بيسلط مراته على مرات اخويا. قول لي بقى، ده ما تتقالش؟ لا بس يا معلم كان قفل بابه عليه وريح روحه يعني. الله 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 الله، مليار سالم، انت معانا ولا معاهم؟ ايوه يا ابراهيم، الجلسة معاك؟ سعادة البي القاضي أجل الجلسة لغاية بكرة، يظهر خد برد هو الآخر. طب ابعد عني أحسن تعدين. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حسيتيه دايما من وقت للتاني إن ده بيعكسك، ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. جبتي الحاجات دي كلها منين يا ست هنياه؟ ده انت ممكن تعملي كتاب عن السعاده الزوجيه. هو انت لسه سمعتي حاجه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. عينيا صحينا من جارتنا. اهلا وسهلا. الف مبروك يا عريس. سلامتك يا حبيبي. انت عيان ولا ايه؟ شويه. ادخل استريح. تعالي. تعالي هنا، ما تلبقيش عليه قوي كده يا اختي، احسن بعدين يسوق فيها وما تعرفيش تاخدي منه لا حق ولا باطل بعد كده. بس ده عيان بجد. وماله يا حبيبتي؟ الست مننا لازم تداري على عواطفها شويه، احسن يا لهوي يا لهوي على الرجاله لما يعرفوا ان احنا سواهم واقعين. معقول برضه؟ طب امشي انا بقى احسن من التعجيله. مع السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك. لحقت الصاحب على الجيران وجيران الجيران، استاذ عبد السلام بالليل والست عناب بتاعتك دي بالنهار. على فكره الاستاذ عبد السلام عازمنا على العشاء الليله دي، ما تنساش. انت مش بتقولي مامتك معزومه النهارده عندنا على العشاء؟ ما هي مامتي كمان معزومه معانا عند الاستاذ عبد السلام. هو يعرفها منين بس عشان يعزمها على العشاء؟ وبعدين يا حبيبي انت عيان وعندك برد ما تتكلمش. بصراحه بقى انا راجل البيت ولازم اقول رايي. وانا مسؤوله عن الاداره الداخليه في البيت والعلاقات العامه، وبما ان عبد السلام افندي جارنا يبقى تابع للاداره الداخليه والعلاقات العامه. بتقولي ايه؟ انت متجوزه عريس قطاع عام؟ يعني يرضيك اطلع عيله في كلامي قدام الراجل؟ نهايته من هنا لغايه بالليل ربنا يحلها. بتبصي لي كده ليه؟ ايه في ايه؟ اصلك بقالك مده ما عطستش. والله انا حر بقى اعطس وقت ما انا عايز. تلاقيك بتتمرد عشان تعرف عواطفي، انا فاهمه لعيب الرجاله كويس. انت جبت الكلام ده من ايه؟ دي ثقافه عامه، ولا انت فاهم بس ان المحاميين هم اللي مخهم كبير؟ بقول لك ايه؟ احسن حاجه تحضري لي الغدا، احسن هموت من الجوع. احمد حبيبي، انا متاسفه قوي ما لحقتش اطبخ. ايه؟ ما لحقتش اطبخ. ما لحقتيش تطبخي؟ الست عناد جارتنا اللي شفتها جت من الصبح، وقبل منها الناس اللي جابوا العفش، عشان كده ما قدرتش اعمل حاجه. مش انا قايل لك ان انا لازم انام بعد ما اتغدى وبعد كده بعد ما اتغدى اروح المكتب انام ساعتين؟ لازم انام ساعتين، وبعد ما انام ساعتين اجي من المكتب ادرس القضايا واشرب اللبن وانام في هدوء. مش احنا متفقين على كده؟ انزل هات اي حاجه جاهزه وتكون خفيفه. انزل انزل السلالم دي كلها، هو انا لو نزلت هيبقى ليا نفسي اكل خفيف ولا ايه؟ فين ايام ما كنت ساكن معاك يا اما؟ قصدك ايه بقى من الكلام ده بقى؟ 100 مره قلت لك ما تخرجيش من غير اذني. انا كنت جوه البيت مش بره. مش عايز كلام. امرك، اروح في خالك الغدا. تعالي هنا.
فاضل كم جنيه اللي سبتهولك الصبح؟ 15 قرش. وفاضل 10 مساق مصروف امبارح. ايوه يبقوا ربع جنيه اهو. خدي عليه ربع جنيه كمان وده مصروف بكره، فاهمه؟ وهو النص جنيه ده هيكفي؟ الصرافي ماليش دعوه. امرك. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حسيتيه دايما من وقت للتاني ان ده بيعكسك، ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. تصور يا حبيبي، العمال اللي جابوا العفش النهارده كان معاهم مهندس ديكور، بيقولوا انه بيكسب كتير قوي، يمكن 500 جنيه في الشهر. ربنا سهل لعبيده، هتقعدي تقضي على العالم. ومن ساعه ما شافني تصور قعد يبص لي ويقول لي يا بخت احمد بيه، يا حظ احمد بيه، ما عندكيش اختي يا نوال هانم اتجوزها واديها مالي وعمري كله. وازاي تسيبي راجل غريب خطط معاكي بالطريقه دي؟ اعمل ايه اذا كنت حلوه والناس معجبه بيا؟ ثم ان الراجل ما قالش غير كلام ظريف. المفروض انا بس اللي اقولك الكلام ده يا ست هانم. طب ما هو انت يا حبيبي بقالك يومين من ساعه ما سكننا في الشقه دي ما بتقولش حاجه. الشقه دي مخليه فيها نفس عشان اقول اللي مدلل ده. دي ولاعه يا حبيبي. وحطها مدلله ليه كده؟ زي بطله فيلم قتلته زوجي. قتلته زوجي؟ اه. يطلع ايه قتلته زوجي ده؟ مش فاكر، ده الفيلم الاجنبي اللي شفناه مع بعض واحنا مخطوبين. كمان هنقلد بتوع السينما؟ اكيد ماما. افرد دول ودول ولا تبينش ده على الوعك، ان انا من فضلك. طيب يا ماما تعالي. على ما مش هقوش اليوم كده ابدا. اتفضلي استريحي. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ هي كانت بتلعب ماتش بوكس؟ السلالم بتاعتك انيل من 60 بوكس، صح يا حماتي؟ ايوه. اسمعي يا بنتي، انا مش هقدر اجيلكوا هنا تاني ابدا، انا مش بايعه عمري. بعد الشر عليكي يا ماما. ويعني انا اللي بايعه؟ الله، انتوا لابسين كده ليه؟ احنا مش هنتعشى هنا. لا احنا هنتعشى بره. ولا ما احنا هنتعشى بره، مش كنت استناكوا تحت؟ لازمتوا ايه اطلع لكم لحد فوق؟ لا ما هو بره يا حماتي بتاع نوال هانم لازم تطلعي له فوق الاول اللي هو هنا، بعد ما تطلعي هنا اللي هو فوق الاول لازم تطلعي فوق تاني، بعد ما تطلعي فوق تاني يا حماتي هتلاقي فوق سور، تمشي من على السور زي بتوع السيرك، وبعد كده تنزلي، بعد ما تنزلي اذا كتبت لك ولنا النجاة نروح كلنا نطين فوق. الله، مالك يا احمد؟ انت عيان؟ ولا عيان ولا حاجه، حضرتك بتساليني وانا بوصف لك. اصل احنا معزومين كلنا عند الاستاذ عبد السلام. عبد السلام مين يا احمد؟ اساليها هي يا حماتي، لان ده موضوع يتبع الاداره الداخليه والعلاقات العامه. انا هنا مسؤول عن وزاره الماليه، وطبعا ما يصحش الوزارات تتداخل في امر بعضيها. انتوا مالكوا يا اولاد؟ بتتكلموا بالالغاز كده ليه؟ يلا بينا نبتدي الرحله وبعدين هتعرفي كل حاجه. سترك، سترك من الفضائح، سترك. يلا بينا حبيبي. راح فين يا حماتي؟ الله، مش بتقولوا هنخرج؟ ايوه ما احنا هنخرج، بس مش هنخرج من هنا. امال من ايه؟ هنخرج من هنا. من هنا؟ لا انا مش فاهمه حاجه ابدا. يلا يلا بس يا ماما. هتعملوا ايه بس؟ فهموني، اعملوا معروف. وطي صوتك يا ماما. وطي صوتي ليه واحنا بنسرق؟ احنا مش عايزين حد يعرف ان هو فوق. تحت، فوق تحت يعني. الله، هو مين بس اللي فوق وتحت ده؟ عبد السلام انت مجهوري. مش معقول، انا مش ممكن خطا ده ابدا. مش ممكن. انت بقى حد دماغي لان في هنا مصامير. ام از ايس اس نو اتس نايس تو نيس تو جو وذ ذا مون نير اس فير انت تجي ارا كيف اقول للي قلبي من الهاتف الداعي؟ احنا يا استاذ عبد السلام. اهلا 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 يا الف اهلا ومليون سهلا بعرايتنا الحلوين. اهلا اهلا بيك. ما شاء الله ما شاء الله. احمد جوزي. منور يا احمد بيه. فوزيه هانم ماما.
مش ممكن. صدقيني بشرفي لولا ثقتي في كلامك لقلت انها اختك، ولولا خايف انك تزعلي لقلت انها اختك الصغيره كمان. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. يا هانم لا شكر على كلمه الحق، وصدقيني لولا خجلي وكسوفي لقلت اضعاف اللي قلته. يا منافق يا ابن ال... تفضل. القصر نور والله. انهي لو سمحت. القصر ما هو مش مهم انك تكون عايش في بدروم او في عشه او فوق سطوح، المهم انك تكون راضي وسعيد بحياتك، وانا شخصيا بعتبر البدروم ده قصر. راي حضرتك فيه فلسفه كلها قناعه ورضا مش موجوده عند ناس كتير. النبي مش عايزين تلقيح لو سمحت. ايه الترنوحات دي كلها؟ الله، دي عليها توقيعك يا استاذ عبد السلام. اللوحه دي يا فندم اسمها انهم ياكلون البنجر على السلالم. اصلا فنان متواضع. برافو، تعرف اول ما شفتك قلبي كان حاسس انك فنان عظيم مش انسان عادي. ارجوك يا نوال هاني، احسن بحس بالخجل من اي سناء او اطراء. حتى شوفي لون جلدي اتغير ازاي. يا عم تلاقيه متغير من الروماتيزم اللي في البدروم. ظريف قوي يا احمد بيه، انما ايه رايك في لوحاتي؟ والحقيقه استاذ عبد السلام يعني فيها تقلي فيها حاجه. دي بقى يا استاذ عبد السلام حضرتك راسمها بالقشه ولا فرشه بلاط وخالد معجون؟ احمد ايه ده؟ مش هقول رايي بصراحه ولا اكدب واخش النار يعني. ده اسم حديثي حبيبي، كل واحد يبص له ويتخيل معناه. وايه رايي معاليكي؟ في الحقيقه يا استاذ عبد السلام انا ملياش في الرسم، انما يعني واضح انها كلها حاجات جميله. حلوه دي. حلوه الولاعه دي قوي. اسمحي لي اولع. ولع. لو سمحت بقى يا استاذ عبد السلام، اللوحه دي عشان دي قلقاني من اول ما دخلت الحقيقه. دي سيادتك كنت بترسم ايه بالظبط؟ مقلب زباله؟ لا يا استاذ احمد، دي صوره الانسان المعاصر وصراعه مع الايام. عايز اقول فيها ان الزمن لا يمكن يؤثر على شباب الانسان اذا كان عنده اراده. يا سلام يا سلام. طب ده معقول؟ يعني هجيب واحد عنده 50 سنه زي واحد عنده 30 سنه؟ ممكن جدا، المهم انه يعرف ازاي يعيش عمره. انا مثلا ضارب الدنيا 90 برطوشه، بس اهم حاجه عندي ان انام بالليل مرتاح، واي مشكله تقابلني بريب ارميها ورا قفايا. ورا قفاك؟ ده على كده بقى قفا حضرتك مليان بلاوي. تعرف اللي سيادتك قلته ده ينفع موضوع للوحه عظيمه جميله؟ الله، راجل واقف وورا قفاه بلاوي الزمن. عارفه يا هانم بطل اللوحه ده هيبقى مين؟ الراجل اللي واقف طبعا. البطل الحقيقي للوحه هو القفا. ده احنا ليلتنا فلالي. عن اذنكم راجع على طول. هو راح فين؟ تلاقيه راح يدور على قفا عشان يرسمه. مش كده يا حبيبي، خف على الراجل شويه. انا قلت حاجه؟ يعني نوال بتقصد ان حكايه القفا دي ما كانش يصح انها تتقال. لو انا جبت حاجه من عندي مش هو اللي دخل موضوع القفا من عنده؟ اتفضلوا. ايه ده؟ خمره؟ لا، خمره ايه؟ ده مشروب ياباني انا بعمله بنفسي وسميته سوزوكي. يا عم لا سوزوكي ولا داسون، احنا ما بنشربش خمر. ده مجرد مشروب منعش. بقول لك ايه؟ عايز تجيبنا حاجة ساعة؟ هات. مش عايز؟ يا عم متشكرين. ادو انا الياباني ده. ايه ده؟ هتشربي سوزوكي؟ وفيها ايه يا حبيبي؟ الواحد لازم يجرب كل حاجة. الله، ده لذيذ قوي يا حمادة. جرب كده. لا 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 يتشرك اهو. ايه
ايه رايك يا حبيبي؟ لذيذ مش كده؟ ايه ده استاذ عبد السلام؟ ورنيش في الاول بس كده، انما بعدين تبقى. اتفضلي يا حنان. لا خليني انا الكزوزه. الكزوزه والعشاء هناخدهم في احسن مطعم في البلد، انا حجزت فيه الليله دي لاحلى عروسه والاجمل والارق حما في مصر كلها. مطعم ده ايه؟ هو احنا مش هنتعشى هنا في القصر ده ولا ايه؟ وده معقول برضه، يعني لسه هنطلع السلالم دي تاني وبعد كده ننزل؟ وبعدين معاك يا حبيبي، خليك رياضي مار. اسمحي يا هانم تجبري بخاطري وتاخدي شفطه واحده من السوزوكي بتاعي. انا قلت لحضرتك خليني للكازوزه. شفطه واحده يا هانم هتخليكي ما تحسيش بالسلالم لا في الطالع ولا في النازل. ان كان كده اخد شفطتين ثلاثه. لا عبد السلام ايه وحشتنا قوي قوي. ان شاء الله بنشوفك. انا عبد السلام بيت ربيزة حضرتك هي. ميرسي مدام. اتفضل. رمضان ارجع 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 رمضان. يزهر حضرتك معروف قوي هنا. نص عمري قضيته هنا، اما النص الثاني بقى فقضيته هنا. ممكن اولع لو سمحت. هو مش حضرتك متجوز برضه ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ فاهمني. كنت متجوز وتوفت من 15 سنه ورفضت كل الستات اللي تقدموا لي اللي جم يخطبوني، ومن يوميها وانا عايش على ذكرى ايامها الحلوه الجميله. ونعم الوفاء يا استاذ عبد السلام. ميرسي يا هانم. ماما كمان ما رضيتش تتجوز من يوم ما بابا توفى وانا صغيره، وعاشت علشان العمر ده كله. ونعم الوفاء يا هانم. ميرسي. بس انا مش موافقه على كده، خصوصا بعد ما اتجوزت وهي فضلت لوحدها. وبعدين معاكي يا نوال مش وقته. الاستاذ عبد السلام ما بقاش غريب علينا. غريب؟ غريب ده ايه؟ انا بقيت من العيله خلاص. هو انت بقيت من العيله وبس؟ انت بقيت العيله كلها. ممكن اولع؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت كل شويه هتقعد تولع لي سجاره تطفيها؟ هي كان السبيل بصراحه بقى، دي حركه مش هي. اصل في واحد صاحبي في وزاره الصحه قال لي يا عبد السلام يا اخويا الوزاره تحذرك من اضرار التدخين. تلاقيني من وقتها اولع السيجاره ولا شدش. شد ما تشدش، دي صحتك وانت حر فيها، انما تجيب لك علبه كبريت تحطها في ايه؟ كبريت ايه يا احمد بيه؟ الجار من الجار. اسمحي لي اولع. اتفضل. الله الله على الميوزك. انتوا مش ناويين ترقصوا ولا ايه؟ لا احنا بنرقص واحنا قاعدين. اسمحي لي بالرقص. انا متاسفه يا استاذ عبد السلام، انا ما بعرفش ارقص. ارقص انا. هلا هلا خفيفه. ابا thank you.
لا 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 يتاكل كده على طول كراها. اهي دي بقى مزيكا هاديه. بس انا اصلي ماليش في ال ارجوكي اجبري بخاطر راجل وحيد زي حالاتي، خليني احس اني لسه عايش. بس الحقيقه يعني قومي بقى يا ماما. المرة الجاية هتقص معايا أنا بقى. شايف حلوين ازاي؟ مش معقولة يعني. أنا حاسس إن بين إيديا غزال حلو جميل، بيت مخطر على أرض خضرة لونها بلون الجنة. أرجوك يا أستاذ عبد السلام أحسن، أنا ما سمحتش الكلام ده من أيام المرحوم جوزي. وأنا وحياتك يا هانم وحياتك من أيام المرحومة مراتي ما قلتوش. أكيد مراتك كانت سعيدة معاك لأنك إنسان لطيف. وأكيد المرحوم جوزي كان سعيد معاكي لأنك ست عظيمة. ميرسي. هما نازلين دش مع بعض بيقولوا إيه؟ إيه رأيك؟ نقوم نرقص وندش زيهم. معرفش، ما تعودش على الرقص من الصبح. يا خسارة، وأنا اللي كنت فاكرة بعد الجواز هرقص وأتنطط وأخرج زي ما أنا عايزة في حما جوزي. الحق أمك يا نوال. إيه في إيه؟ السوزوكي اشتغل. الراجل جن البيت وامها. يا اخوانا يا اخوانا اللي بتعملوه ده غلط. يا راجل يا راجل فرفش واضحك، هات ايدك وتعالى ارقص معانا. هات، انا محامي محترم واعرف القانون، اللي بتعملوه ده مخالف للانضباط. يا سيد يا محترم، دي حديقة عامة. والحديقة العامة معمولة عشان الناس تتبسط. ليه كمان يا حماد يا عمت على عماهم. مش قادر افهم انت مكشر ومبوز ليه؟ اضحك للدنيا خلي الدنيا تضحك لك. امال انت متجوز ليه يا اخي؟ انا شخصيا متجوز علشان استقر في حياتي واخلف لي عيلين يا سيدي ينفعوني لما اكبر. وانا شخصيا متجوزه عشان ارقص واغني وافرح، مش عشان اشيل هم. فرحانه قوي بالبتاع اللي انت لابسها. ايه لاعي ولاعي اللي انت لابسها دي؟ وما قلتليش ليه قبل الجواز انك انت بتلبسي ولاعات؟ وبعدين معاكوا يا ولاد، هو ده وقته؟ غني يا استاذ عبد السلام غني. وانا كنت بغني بقول ايه؟ ليله جميله يا محلاها فاتت وعمري ما حنساها. خليها تفوت ولا يهمك، انا حاسس ان كل ليالينا هتبقى سعيده بالشكل ده. ليله جميله يا محلاها. يا عم بطل غنى وخلينا نروح الستة ونروح احنا كمان، الدنيا بردت. تاكسي هناك اهو. امينة تاكسي. استاذ احمد نصيحه مني. يا عم اطلع من نفوخي بقى. اطلع من نفوخك ازاي وانا ايه اللي دخلني نفوخك عشان اطلع منه؟ لا اسف، انا قصدي يعني اطلع من البتاع دي عشان بيقفلوا البتاع بعد الساعه، ما بكون بعد البتاع على طول. لك حق، الوقت متاخر، ناجل الكلام اللي بعدين.
انا مش قادر افهم انت متضايق ليه. انا مش متضايق. امال تعبان وبتنهج ليه؟ بنهج. هي السلالم دي شويه. سلالم سلالم. امال عبد السلام افندي ما بينهجش ليه؟ عبد السلام افندي متربي على السمن البلدي ايام ما كان الرطل بأشساخ وال500 بيضه ببلاش. العماره كانت ب6 جنيه. انا بقى متربي على السمن الهولندي والنباتين. انا لو كنت اعرف ان انا هتجوز اسكن في شقه زي دي كنت وصيت امي تهتم بيا من صغري. لكن اعمل ايه؟ القدر عايز كده بقى. معلش يا حبيبي بكره اجيب لك شويه فيتامينات. مش عايز زفت. امال عايز ايه؟ تنام. طب يلا ننام. كل واحد ينام في حاله. واضح؟ ايوه. اعمل لي فيها عيان بقى. في ده وده ودول كمان. انهي واحد فيهم كويس؟ كلهم كويسين. خلاص هاتهم كلهم. متأسفة. اتفضلي مفيش حاجة. حضرتك ساكنة هنا؟ أيوة حضرتك. برضه ساكنة هنا. غريبة. ما مش شفتيش قبل كده ليه؟ أصلنا سكان جداد يا دوب بقالنا كام يوم واخدين الشقة اللي فوق خالص. ياه الله يكون في عونك. بيقولوا صاحب البيت هيشغل الأسانسير قريب. بقاله سنين بيقول الكلام ده. والسكان ما بيشتكوش؟ كل واحد مشغول وبيتكل على التاني. هي دي مشكلتنا. لكن انا جودي محامي هخليه يرفع قضيه. صحيح محامي؟ محامي قد الدنيا كل المحاكم بتعمل له حساب. يمكن احتاجه قريب في قضيه. تحت امرك في اي وقت وبدون اتعاب. ميرسي. وده معقول؟ طبعا احنا جيران والجار للجار. طب اتفضلي خدي معايا فنجان شاي. معلش خليها وقت تاني. على الاقل تستريحي من السلم ولا انت ما بتحبيش تختلطي بجيرانك. وده معقوله حد برضه يستغنى عن جيرانه؟ اتفضلي. الرقص فني جميل بس في ناس كتير بتظلمه بتصرفاتها. ما دام انت مقتنعه انك صح وماشيه صح ولا يهمك. اتفضلي يا باشا. وبتشتغلي فين؟ في الهيلتون. تعرفي ان جسمك حلو ينفع في الرقص؟ انا مش معقول ده انا معرفش اعمل ولا حركه من اللي انتوا بتعملوها. يا ستي كله بالتمرين. بتتكلمي جد؟ يوم ما تنوي خليها عليا انا اشغلك ومرنك في اسبوع. صباح الخير. صباح النور. انا جارتك ساكنه هنا في العماره. اهلا وسهلا. انا مكسوفه من حضرتك جدا وخصوصا دي اول مره نتعرف على بعض فيها. لا ابدا دي فرصه سعيده قوي. اصل البوتاجاز بتاعي خلص وكلمت المخزن 100 مره قالوا ما عندناش انابيب. ولطفي جوزي عامل عزومه لناس اصحابه قلت اجي اطبخ على البوتاجاز بتاعك هنا. اهلا وسهلا براحتك. جبت السام يا ريت؟ نزلت من النار يا ستي. طب انزلي جري هات السام. هو انا فيا حل السلم يا ستي؟ ألاقي عند حضرتك معلقة سمنة. طب انزلي جارية هات البصل والثوم. أنا تعبت قوي بقى يا ستي. أخ منك. بقول لحضرتك إيه؟ أيوه. بلاقيش عندك شوية بصل وثوم؟ حاضر. يا دي الكسوف كده من اول مره اخد من حضرتك البصل والثوم. بسيطه ما حصلش حاجه. ونمت جابره وزي السكر. جبت يا بنت اللحمه؟ يا دي الحوسه ده انا نسيت اقول لك ان ثلاجتنا فاضيه والنهارده الاثنين ما فيش لحمه. انا عندي هنا كيلو ونص تحت امرك. يا دي الكسوف كده اول مره واخد منك اللحمه. لكن وحياتك اول ما يفتح الجزار لنا ردهم لك. انا حتى ما بحبش السلف
ما بحبوش، ما بطيقوش، ما بستلطفوش. لمؤاخذة يا أستاذ. لا معلش، جت سليمة مغلبني والنبي. هو حضرتك عايش شقة المكان؟ أنا مش عايش شقة، أنا ساكن في الدور الأخراني. اللي في السطوح. بالظبط. أهلا وسهلا، منور. شكرا أوي. تبقي تاخدي بالك منهم شوية لأنهم الظاهر عليهم تشكيل. يا واد أنت وهو. سيب الموز يا بابا، سيب الموز. سيب الموز، انت بتاكل موز بقشره؟ سيب الموز. طب ادوني موزتين، واحدة ليا واحدة لمراتي. موزتين. طب موزة واحدة فرقع مراتي. هات موزة. ايه يا واد موزة؟ ايه ده؟ موزة. لك وجع بطنكم. الله يلا. لا انا مش شايفهم. يلقوا نفسهم فيه. طلعت لك تاني؟ مش هي يا حبيبي، دول جيران تانيين بوتاجازهم خلص، قاموا جم طبخوا على بوتاجازنا. يعني هم ياكلوا واموت انا من الجوع. احرقت، ما بقتش عارفه اقول ايه. ازاي تعمل حاجه زي كده يا نوال؟ كل الناس بتتزنق يا حبيبي. يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ معلش نقضيها باي حاجه، واد احنا معزومين على العشاء بالليل. عبد السلام تاني؟ لا ديدي. ديدي مين؟ ديدي الرقاصه جارتنا في العماره، ست لطيفه قوي. رقاصة؟ ودي عرفتها امتى؟ النهاردة عزمتنا على سهرة وعشوة بالليل في النايت كلاب اللي بتشتغل فيه. رحماك من هذا العذاب، عقل مراتي فرقع وداب. كل يوم معزومين على حساب حد من الجيران. وانت زعلان ليه بس؟ ربنا يخلي جيراننا. اولا مش من طبيعتي ان انا اقبل عزومه حد ما اعرفوش. ثانيا لو فرضوا قبلت في عزومه حد لازم احنا كمان نعزم؟ ولا العمليه تبقى سفلقه يعني؟ خلاص نعزم اللي يعزمنا ولا تزعلش. يا حبيبتي انا محامي على قد، يعني اللي جاي مش مكفي الاكل والشرب والايجار، يبقى هنعمل عزيمه منين؟ خلاص اتفرج دلوقتي ونكمل بعدين. خليك فاكر احنا وقفنا عند نعمل عزايم منين. ها
شايف الفلوس بتترمى عليها ازاي؟ علم هيفا ما عندهاش دم. واحد من دول لما يقع في قضية يفضل يفاصل في أتعاب المحامي زي حالات لحد ما ينشف ريقه يجي هنا يعمل أبو علي. لكن إن شاء الله هنشوف الفلوس دي في نار جهنم ما هيلاقوا حد يترافع عنها مهما دفعوا. المهم إن دي بتروح آخر الليل ومليانة فلوس. هي كمان هتتشوي في نار جهنم زي الكباب اللي أكلهن عبد السلام، وهيسقسقوها في سوزوكي اللي شربهن. تضحك على إيه؟ أصل يا حبيبي تخيلتها في جهنم وهما بيقدموها في السيخ والنار طالعة منها. بيقدمونا دهب كمان. العالم ونونت بقى ومحدش عارف هو بيعمل ايه. اهي دي كلها كام سنه وتبقى مليونيره. بقول لك ايه؟ ايوه. هي تخلص رقصتها من هنا واحنا نقوم على طول. مش هنكمل البرنامج؟ لازم انام بدري، عندي قضيه الصبح ولازم استريح، محدش هينقطني وانا بترافع في المحكمه. خلاص، بس ما تزرجنش كده. في بيتكم ولا في بيتنا لغايه الظرف الطارئ ده ما ينتهي. نام دلوقتي عشان قضيه بكره، وخليك فاكر احنا وقفنا في المناقشه لحد فين. انا مش جاي لي نوم. غمض عينيك وقول العسكري جاي، العسكري جاي 6000 مره، هتنام على طول. محامي محترم زي يفضل يقول العسكري جاي، العسكري جاي 6000 مره برضه. ايوه صحيح، ده انت محامي والمحامين ما بيخافوش من العساكر. طب اسمع، قول القاضي جاي، القاضي جاي 4500 مره، هتنام على طول. القاضي جاي، القاضي جاي 4500 مره؟ اه طول الليل افضل اقول القاضي جاي، القاضي جاي. ايه؟ طول الليل افضل اقول القاضي جاي، القاضي جاي 4500 مره. طب ما دام يا حبيبتي جوزك لسه داخله على قده، ما تشتغلي وتساعديه. قلت له، قال لي بعدين نفكر. باين عليه مش راضي، يظهر انه مركز على الخلف وتربيه الاولاد. ايه الكلام ده لما يكون هو مقتدر؟ لكن ما دام على قد حاله يبقى لازم تشتغل. اقل ما فيها تشتري لنفسك اي حاجه تعوزيها. انت دلوقتي مش حاسه، لكن بعدين نفسك هتروح لفستان حلو، شنطه شيك، جزمه موضه. هتجيبيهم منين بقى وهو على قد حاله؟ ايوه احمد بيه، نسخت اوراق القضيه كلها سعاده بيه. اي اوامر جديده؟ أحمد بيه، سعادة بيه. أيوة بيه. ده أنت رحت بعيد أوي سعادة بيه، كنت سرحان في إيه؟ في قضية جديدة شغلاك يا سعادة بيه؟ قضية أنا ومرات يا إبراهيم يا فندم. أنت ومرات سعادتك؟ ده أنتوا لسه بتعسروا يا فندم. الست مش عايزة تذكر لا مع والدتي ولا مع والدتها. قال إيه؟ الاستقلال التام أو الطلاق السؤال. ولا تزعل نفسك يا سعادة البيت،
انتوا مش بتقولوا انكم اجرتوا شقه ما فيهوش اسعه بيت؟ دي شارع يا فندم مش شقه. تصور تبقى انت نايم انت ومراتك في نص الليل تلاقي اللي معدي عليك يقول لك العرايس ناموا ولا لسه؟ ده مين اللي عامل الشقه ده يا سعاده البيت؟ عبد السلام. ده مسخره. مين عبد السلام ده؟ مين؟ عمرك شربت سوزوكي؟ نعم سوزوكي. لا ولا ركبته حتى يا سعاده البيت. ولا دور السادس شقه 19. مالها الرخبه شقه 19؟ هز يا وز كده دولارات كده استرلين بقت صاحبتنا قوي بقى. شوف المصيبه. هي مين دي يا فندم؟ ولا بتوع الدور الخامس مخلفين دسته عيال وكلهم بياكلوا الموز بقشره. الموز بيتاكل بقشره يا فندم؟ كلكم والست اللي تفضح شغلتها بروسيه قوم تاني. يا ساتر ايه الكلام ده يا سعاده البيت؟ انا يا سيد مراتي ضرب الصحوبيه مع نص سكان العماره في اول يوم وكملت على العماره كلها في اسبوع. يا سعاده البيه يعني ما تكبرش الموضوع قوي، الستات كلها غاوية الاختلاط ود 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 الاقتصاد عباد ابراهيم افندي، الناس الايام دي كلها بلاوي، كله بيغير من بعض وبيحكوا على بعض. السلام عليكم. مع السلامة يا سعاده البيه. هنروح بعيد ليه؟ 90% من القضايا اللي في المحاكم اساسها المعارف والجيران والصحوبيه. عندك حق يا سعاده البيه. بشرفي بشرفي اخوك النهارده لو قال لك صباح الخير لازم يكون وراها حاجه. فعلا فعلا يا سعاده البيه. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. مالك يا ابراهيم؟ النهارده اخويا قال لي صباح الخير. شفت بقى؟ روح البيت هتلاقي كارثه، هتلاقي عفش بيتك للباع. النمليه الجديده. بس دي مامتهم مأمنين عليهم. ما تجيبيش سيرتهم خالص، دول ياخدوا بالهم من الجن الأزرق. طيب. الله، قعدة الأرض حلوة. فاكر يا أحمد لما نمنع الأرض أول ليلة؟ بقول لك إيه؟ إيه؟ وما حضرنا الغداء من سكات. أدي عيبه. قصدك إيه؟ أصل ما عرفتش أطبخ من دوشة العيال. انت في حد مسلطك عليا؟ مين؟ انا يا احمد. انت مين؟ حماتك. في عيال واقفين جنبك يا حماتي؟ لا ابدا مفيش حد خالص. ايه ده؟ ايه ده يا ولاد؟ حصل ايه؟ كان في عندنا مظاهرات. مظاهرات؟ مظاهرات ايه؟ انا عارف، اسالي بنتك، هي اللي مسؤوله عن العلاقات العامه والاداره الداخليه. انت جبت البتاعه دي منين؟ إيه؟ مش دي بتاعه ال أنا الآخر بقول الدنيا منورة كده ليه؟ ميرسي يا أستاذ عبد السلام ده بوجودك. والله يا فوزية هانم، طلّاه شيء إلهي وشوشني في قلبي وقال لي فط نط اطلع فوق، أتاريكي هنا وأنا مش عارف. في الحقيقة أنا كنت راح أزور أختي لأنها لسه تعبانة شوية، لقيت برضو شيء إلهي قال لي فط نطي اطلعي فوق اتاريك هنا وانا مش عارفه. الله اكبر الله اكبر. فوزيه هانم احنا اكيد فينا شيء لله. طيب استاذن انا بقى. ليه مو بس معلش عشان عندي مشاوير كتير الحق اعملها. فوزيه هانم. نعم. اخواتي واولاد اخواتي واولاد اولاد اخواتي والعيله كلها جايه من البلد بعد كام يوم، فإذا سمحتي لي أبقى أعرفهم بسيادتك.
قوي قوي يا استاذ عبد السلام، ده شرف لي. اتصور حضرتك ان انا اليومين اللي فاتوا كنت تعبان. ليه؟ تعبان جدا بعد الشهر عليك. مش عارفه انام. ربنا يخليك ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. اتفضل. الحقيقه انا كنت في الحاله. انا مش عايز الراجل ده يجي هنا تاني. ليه بقى؟ هي كلمه واحده، ده راجل ورعبان، انا مش مستريح. ليه بس يا حماده؟ حماده ايه ونيله ايه؟ ما انت شايفه ست والدتك بقت عامله ازاي؟ خلت تصرفاتها بقت ازاي؟ بتلبس ولاعه في صدرها دلوقتي. ارجوك ما تعيبش في ماما، كفايه انها اتحرمت من كل شيء وهي في عز شبابها واستحملت عشان تربيني، واظن دلوقتي من حقها انها تعيش وتتجوز بدل ما يعاش لوحدها من يوم ما سبتها. انا ما قلتش لا، بس تتجوز راجل محترم. وهو الاستاذ عبد السلام ماله بس؟ ده حتى كل شيء فيه ممتاز. انا عايز اعرف بقى ايه الشيء الممتاز في عبد السلام افندي بتاعكوا ده؟ راجل كله حيويه ونشاط، دايما مرح وسعيد، واخد الحياه ببساطه، ما عندوش عقد. اللي في نفسه بيعمله، اللي على باله بيقوله، اللي في جيبه بيصرفه. بقول لك ايه؟ بحقوق ايه لوالدتك؟ احمد بيقول لك بكره تندم يا جميل. بعدين يا استاذ، كل الشهود بيشهدوا على اخويا، وانا مش مستريح للقضيه. طمن يا معلم، انا متاكد دلوقتي ان اخوك كان على حق في اللي عمله مع جرامي. انا هدافع عنه باستماته. بكره هشوف مرافعتي، هشوفها في المحكمه، هتسلسلها، هتجيب عليها وطيه. ربنا يديك الصحه وفصحت لساني يا استاذ. بس انت بقى بكره تخليك جدع وتحضر لنا مؤخر الاتعاب، لاني هكسبها، يعني هكسبها. خلاص وانا جاهز. سلام عليكم. بقول ايه يا سعاده البيه؟ انا بقالي شهرين ونص ما قبضتش. ترى يا ابراهيم، انت مش شايفني انا بقول للراجل يحمل لنا مؤخر الاتعاب بكره؟ ايوه يا سعاده البيه سمعت. خلاص اول ما هيقبضني هقبضك ست اشهر لقدام. اديني صابر يا بيه. يا خاين يا غسان، لا كنت لازم تعملي عدل. انا رميت العدل. بس كل ده عدل. شوف الموضوع ده ايه وعلقه يا واد. انا مستنيك في وقت المحل. اعتبر وتعلق يا سعاده البيه. يا ناس مش كده بقى، كله بالقانون. امال القانون اتعمل ليه بس؟ طب يكون بعلمك. اسكت انت. اسكت اروح فين؟ ما تنطقش. سكتنا يا استاذ. اسكت بقولك. اسكت. سكتنا. انت دلوقتي في حماية القانون يا ست. يسلم بقك يا اخويا. الله يخليك ويطول في عمرك. انت لسه سمعت حاجة؟ اتفضلي، ده انا هجرجرهولك على المحاكم. يلا يا اخويا طول بالك. وليه تعيله كمان؟ عيب يا فندم. خير؟ عيب يا استاذ، ده قضيه سقع، قضيه نفقه او طلاق مع بعض، والست هتيجي المكتب بالليل عشان تتفق وتدفع الاتعاب. طب ما كنتش تقدر تاخد منها حاجه دلوقتي؟ دي تيجي يا استاذ مركزي. اصل انت عارف الحاله ناشفه قوي قوي اليومين دول. يا سلام يا سعاده بيه. على فكره يا سعاده بيه، ما فيهاش كسوف ولا حاجه. احمد بيه انا معايا 2 جنيه، سعادتك تاخد جنيه وانا جنيه. ماشي يا ابراهيم يا فندم. بقول يا خير، خليك انت نص وانا جنون نص عشان بعول الاطفال الابرياء. طيب بس يبقى خليك فاكرها يا ابراهيم يا فندم. ايه في ايه؟ في مفاجأة حلوة. امي جت؟ بقول لك حلوة. قصدك ايه يعني؟ بهزر يا اخي. تعال بص وقول لي رأيك ايه. صاحب البيت هو اللي ركب الورق ده؟ لا يا حبيبي، انا اشتريته امبارح وركبته النهارده. شفت بقى مراتك شاطره ازاي؟ جبت الفلوس منين؟ مش انت كنت سايب لي فلوس؟ الفلوس اللي انا سايبها للاكل والشرب مش للورق. انت كده كل يوم لازم تعاكن عليا. انت اللي مش حاسه بيا خالص. بكره تفرج ولا يهمك. وبعدين انت لازم تكون متفائل، المستقبل كله شغل المحامين. مستقبل المحامين؟ بس اللي في 2 جنيه الوكيل بتاعك تقول لي المستقبل المحامين.
حبيبي. البدا خفيف. بس انا عامله لك اكل يجنن. بجد؟ بجد. ظفر يعني؟ كله ظفر. مستنيه ايه؟ يلا. ظفر. اول مره احس ان انا متجوز. الله. ايه الحلاوه دي؟ ده احنا اسره محترمه بقى. شايف؟ مش كده؟ يا خبر ابيض، واحد بقاله مدة كانت الصوت. تعرف فين؟ اشوف الباب. لا الخط مش على الباب، الخط من فوق. اتفضل يا استاذ عبد السلام. ما شاء الله ما شاء الله. اخضر يانا اخضر يانا. لا مؤاخذة يا جماعة، والله ما انت قايم يا استاذ احمد. اتفضل معانا الغدا. سبقتوكوا. اتغديت كافيار وسمك مدخن واتنين سوزوكي. سمك مدخن؟ انت مش متعود تطلع بالليل؟ ايه اللي مطلعك بالنهار؟ رسمت يا سيدي لوحه من اكبر لوحاتي ورايح ابيعها. اسمها ايه دي؟ اهي. عندما تاتي الخيول من المزرعه ظهرا في بؤونه. دي اسمها كده؟ ايوه. شفتي عندما تاتي الخيول فين 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 بقونا بقى استاذ احمد؟ ايوه لو لاحظت الحته دي بقونا. ايوه ودي ظهرا. والخيول؟ الخيول هنا بقى. يعني انت دلوقتي هتدفع الايجار لصاحب البيت وتاخد منه المفتاح؟ لا والله ما افتكرش المره دي، اصل في التزامات مهمه اليومين دول. ثم انا هشيل هم صاحب البيت ليه؟ البركه فيكم مسهلين المهمه. على رايك هوب تبقى فوق هوب تبقى تحت. بالظبط كده. سلام عليكم. كده تحرج الراجل؟ هو ده عمره اتحرج؟ برضه ما يصحش، لانك انت عارف انه جايز جدا يبقى جوز ماما، يعني هيبقى في منزلة بابا، بمعنى اوضح هيبقى حماك. ده يبقى حماية؟ جايز جدا لو الامور مشت زي ما انا عايزة. مش كده؟ اصل البوتاجاز خلص وانا بسويها. بتدور على ايه يا حبيبي؟ بدور على فازه كسرها. في فازه جديده جوه في اوضه النوم. جديده؟ جديده. وانت خليت في عقل يا نوال؟ مش لاقي على مساء الخير. اهلا وسهلا. مش واخد بالك مني حضرتك؟ انا ساكن معاك في نفس البيت الدور الثاني. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. وانا قاعد لقيتك قاعد متضايق وشايل الهم، قلت لك اشوف ايه الحكايه. لا ما فيش. اكيد مختلف مع الجماعه بتوعك. جماعه ايه؟ احنا مالناش في السياسه. يا اخي قصدي السيفه بتاعتك، وبصراحه كمان شفناك وانت نازل زعلان. ما انت عارف بقى بيه الستات واللي بيحصل منهم. عارف. تبتدي الواحده جر ناعم طول ايام الخطوبه لحد الجواز ما يتم، وتبتدي تقول لك نحن هنا. عارفك هو سوا برضه زينا ولا ايه؟ هو مين؟ احنا ذبحنا القطه من اول ليله وريحنا نفسنا من اولها. قطه ايه لا مؤاخذه؟ ده مثل بنقوله عندنا، معناه ان الراجل لازم من اول يوم جواز يحسس الست بتاعته ان الكلمه كلمته والشهره شهره ولا راي يعلو على راي. الله اكبر الله اكبر. لازم تقف على وده على طول على طول، تضرب تحترم نفسك. اضرب احترم نفسك. مفيش يا مرحمين. هو كده. على وده. مظبوط. يا سلام. اصبح على خير. يا سلام. السلام عليكم. ما قلتليش حضرتك يعني اسم سيادتك؟ سليمان السبع. يا سلام. سليمان السبع. اسم على مسمى. السبع. ايوه. وحضرتك اسمك ايه؟ انا لحد النهارده كان اسمي احمد نافع الابوري. ايوه. من ابور. ايوه. انما من دلوقتي
تقدر تقول عليا ابور الاسد، ابور الفيل، الله اكبر، ابور الجامد قوي. يا سلام الجامد. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت معزم واحد صاحبي توفى. وكنت عاملين نصوان في الكباريه؟ ليه بس يا حبيبتي؟ حضر دور. ايه؟ الساعة 12 ونص. ما انت عارفة بقى على عارف ايه مخلص وهدوا الصوان ولحقت الاتوبيس. ايه؟ اسمع، مش عايز اسمع صوتك ابدا. حاضر. اترزع نام هنا. والصباح رباح. حاضر. ولا اقول لك؟ ايه؟ نام بره ادبا ليك. حاضر. رجالة ما تختشيش. تعالى هنا. ايه؟ ان كنت اخليك تمشي على العجين ما تلخبطوش. ايه هو ده بقى؟ انا عملت ايه عشان ده كله بقى؟ عيطت ليه دلوقتي؟ علشان انت زعلان مني وانا مش عارفه اساعدك. ما علشان تساعديني لازم تسمعي الكلام. حاضر يا حبيبي. بعدين من النهارده لازم تعرف ان انا الاسد هنا في البيت ده. بس احسان عبد القدوس عنده روايه بيقول فيها ان الاسد اصله قطه. ماليش دعوه باحسان عبد القدوس، انا اللي بتكلم دلوقتي مش احسان عبد القدوس. خلاص اللي انت عايزه انا همشيك. طيب. طب خدي ورقة يا مسحة بيها دموعها. يا بتاع الباص. مسحت دموعها؟ ايه. طيب تعالي نلتقي في قبلة شنيعة. قبلة شنيعة. اتفضل البيت بيتكم. ربنا يكرمك. انت وحشنا يا شيخ عبد الصلاح. اقدم لكم العيلة وعيلة العيلة. سلم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا حلاوه. سلامات وحشنا قوي قوي. اهلا وسهلا. انت بتعمل ايه؟ اهلا سلامات كده. مرحبا يا بيه. حاجه جميله. اهلا وسهلا. ورايا يا اولاد. ايوه. انا ورايا رجالي. ايدي. اسمع يا جدع. يكونش جايبهم يا حبيبي عشان يخطبوا له ماما؟ يخطبوا له ماما ده ايه؟ انا مش عايز اسمع السيره دي بعد كده، فاهمه؟ طب بس خلاص ما تزعلش. احنا كنا بنقول ايه يا نوال؟ بنقول ايه يا نوال؟ افتكرت. ايوه. انزل. لا مؤاخذه، هننزل نجيب سجاير وعيش وغموز. غموز؟ ايوه غموز، يعني ما نجيبش غموز ولا ايه؟ دي حاجه تضايق سريه. عجبك كده؟ مش قلت لك ما تصحش ند للناس وش اكتر من اللازم؟ بس ما تاخدنيش في دوكه، احسن انسى كنا بنقول ايه. ده مؤاخذه، نسيت اسال عبد السلام على نوع الدخان اللي بيشربه. لكن انتوا دخلتوا هنا ازاي تاني؟ ما هو اصلي يا عبد السلام ادى لكل واحد منيني مفتاح للشارع. ايه؟ مش قلت لك يا ست هانم احنا ساكنين في الشارع؟ يعني لازم تقول له ان احنا معانا مفاتيح. مش هو اللي سأل. قول تقول له. طب هو اللي عامل خلاص. ايه 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 والله يا عيال قاعدين تتخانقوا هنا وما جبتوش الغموس. والله المستعجل هو اللي ينزل يجيب بقى ولا احنا خدرين عروقه. ايه 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 بقى كده؟ ايوه كده. والله العظيم لو وريت لو لقيت الحاج. ايه يا حياه وريني. هو فنيت المرضى الخلعين كده. هو يلا بينا نجيب السجاير والغموض ونيجي. يلا بينا. يلا بينا. عجبك اعمال قرايب جوز امك؟ ناس شعبيين وطبيعيين، حسوا انهم عايزين يتخانقوا قاموا اتخانقوا. شعبيين وطبيعيين؟ انت افكارك مهببه. انا افكاري هباب وزبت كمان. طب هين وادي قاعد.
سعاده البيه. المتهم خد اعدامي. يا نهار اسود. اصل يعمل ايه؟ ما لقاش حد يدافع عنه سعاده البيه. على كده يعني مش هنقبض مؤخر الاتعاب. لا يا سعاده البيه، الكتاب مش حكايه مؤخر الاتعاب. احنا المتهم عايزين كبير. عايزين الشامو من دمك. الشامو من دمك. انت جيت؟ نهارك اسود ومنجل بستين نيله. امسك اعصابك يا معلم، ولا دايم الا وجه الله، كلنا هنموت. اتفاهم بهدوء. ابقى اتفاهم بقى في القصر العيني لما شرعك. ابراهيم. يا سعاده البيه، انا بس هروح لغايه البيت اديهم خبر اللي انا في القصر العيني. ما تبقاش عايل يا ابراهيم. شوف يا حاج، كده هتضيع نفسك في شربة مية. تصرفك ده فيه تأبيرك. وماله؟ قال اقعد جمعتين ثلاثة مع ابويا قبل ما يشتغلوا. مرة تعطس ويأكلوك، ومرة ما تجيش ويحكموا فيها. انت حد مسلطك علينا ولا ايه؟ انا هعمل له نقض على حساب يا معلم. مش هتلحق وشرفك. هقوم له محامي شاطر جدا على حسابي. سيبك مني، انا مقلق. انت حسابك في الدنيا انتهى. تحب تتشاهد ولا تموت سك؟ تاكس. على فين يا عروستنا يا حلوة؟ هروح لماما يا أستاذ عبد السلام. ومش عيب برضو تسيبي البيت علشان شوية زعل فاضيين؟ وعرفت منين؟ ما تعرفيش ان انا اقدر اقرأ افكارك، ومن شنطة هدومك اقدر اقولك على كل اسرارك. انا عرفت اللي حصل امبارح من افراد العائلة، ورحت النهاردة الصبح دفعت قرشين لصاحب البيت وجبت منه المفتاح. بس هو من يوم ما اتجوزنا دايما عصبي وقلقان. انت عارفه ان ظروف الحياه مش سهله، وده راجل لسه بيبني حياته. معلش برضو لازم اروح لماما واقول لها عشان تشوف لها طريقه وياه. ما فكرتيش ماما قد ايه هتبقى حزينه اما تعرف ان بنتها الوحيده مش سعيده في حياتها؟ خصوصا وانت عارفه ان ماما ست رقيقه قد ايه، وانسانه قد ايه، وظريفه قد ايه. عندك حق، كفايه انها عاشت على ذكرى المرحوم بابا 15 سنه بحالهم. زي تمام. ورفضت كل اللي تقدموا لها. زي تمام. مع انها في عز شبابها. زي تمام. ايوه كده، اضحكي اضحكي وخلي الدنيا تضحك معاكي، وارجعي بيتك وقابلي جوزك لما يرجع بابتسامتك الحلوه دي، وتأكدي انه هينسى كل شيء. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. العفو. يلا مع السلامة. بقول ايه؟ هي ماما مش جاية عندكم قريب؟ هي ايه الحكاية؟ اكيد محدش جوه. يعني حد على مشوار ده تاني. في حاجه اقدر اساعدك فيها؟ معايا بدله للست دي عايزه اديها لك. طب هاتيها انا اوصلها لها لما ترجع. حضرتك ساكنه هنا؟ اه في اخر دور، وصاحبتها كمان. هاتي. يبقى كتر الف خير. العفو. سلام. ايه ده يا حبيبي؟ مش معقول.
لا خناقة بسيطة. مع مين؟ قولي وانا اعدمهم العافية. شوية رجالة مفترين كانوا بيتخلقوا مع استاذ زميل، خسروا القضية بتاعتهم. انا تعبتني انت بصراحة، رحت قايم قافل الباب بتاع اوضة المحاميين وهات يا ضرب، عدمتهم العافية. برافو عليك يا حبيبي، طول عمرك شاهد. طب يلا تعالى خش جوه استريح وانا هجيب لك الاكل في اوضه النوم. اوعى كل لحمه امبارح. ما تخافش يا حماتي، اطمن. يا نهار اسود حماتي، انت بتدلعيني كمان. ثانية واحدة هجيب لك الأكل. الحكاية دي تخوف. لا أكل أنا بإيديا. أنت متعور. أيوة بس التعويرة في دماغي مش في إيدي. معلش برضو لازم أأكلك بإيديا. انت مش وعدتني اني ممكن اشتغل ونساعد بعض في مصروف البيت؟ انا مش عايز اتعبك يا حبيبتي، غير كده كمان القرشين اللي هتقبضيهم هيضيعوا ما بين المواصلات تاكسيات وفير بتاع الشغل. وهو انا هشتغل شغلانه عاديه من دول؟ امال انت هتشتغل ايه؟ تيجي وعجبت تتمرني في اسبوع. الحقيني يا ام احمد، انت حد مسلطك عليا؟ رقصه. اقول لهم ايه؟ انا متجوز رقصه. البتاع فين اللي بيكسروها؟ رقصه. انا متجوز رقصه. خير يا برهبان؟ يا عم سيد صباح الخير. خير استاذ احمد، فوت محاميه من الساعه 7. يا ساتر، استاذ احمد ده بيغلمني، تصور اتصل بيا وصحاني من النوم وقال لي حصلني على المحكمه فورا. انت واقف ما تخلص. خير يا ساعه طبيب؟ خير يعني ايه؟ قضيه النفق مش النهارده؟ ايوه يا ساعه طبيب، بس لسه الساعه 7:30. يعني عايز انا متاخر عشان يحصل زي ما حصل المره اللي فاتت؟ معاك حق يا ساعه طبيب، دي المطلقه دي خرتي طابت، ما تعرفش يا ام الحميد. قول يا مريم. ايوه يا ساعه طبيب. تقبل مراتك تشتغل رقاصه؟ هو انا لو قبلت حد يرضى شغالها سعاده البيت؟ دي بقت من قدماء المصريين. افترض انها لسه شابه وصغيره تقبل؟ على جثتي يا بيه. انما قول لي حضرتك بتسال ليه؟ لا اصل واحد صاحبي مراته عايزه تشتغل رقاصه. اسمح لي، ده راجل هزر. ايوه وعجيب الرجوله كمان. ما تلم رسالك يا قاعد تفرصح ليه؟ ما تفرصح! ما هو يا سعادة البي ما في سوق محترم يبقى على نفسه كده ابدا. يعني هو كانت نيل وافق؟ يا سعادة البي مجرد انها تخشوا في موضوع زي ده يبقى سوق تافه، وكان لازم يسيح دفعها ويجي لحضرتك عشان تترفع عنه. انت اللي بقى دلوقتي؟ سعادة البي اتفضل يا جدعان اقعد بقى. لو واحد متجوز من مده قريبه وحب يطلق مراته مش تبقى فضيحه قدام الناس؟ ده يتوقف يا سعاده البي على سبب الطلاق. انما قول لي سعادتك بتسال ليه؟ لا اصل عندي واحد صاحبي متجوز من قريب وغرض يطلق مراته. هما صحاب سعادتك جرالهم ايه يا سعاده البي؟ دول لا مؤاخذه عر قوي. انت ما بتحبش كده ليه؟ انا عايز اعرف انت مالك انت؟ مالك انت ولا اصحابك؟ ايوه سعاده البي. اجري ده يا قول يا ابراهيم. 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 الساعة بقت 10 ولسه ما جاش. Thank you.
القضية هانم؟ أنا مش مصدق عليا. ما تتصوريش حضرتك وحشاني قد إيه. ميرسي يا أستاذ عبد السلام. مالكوا يا جماعة؟ في إيه؟ نوال يا سيدي زعلانة مع أحمد. برضه قلت لماما؟ أنا مش اترجيتك إنك ما تجيبلهاش سيرة وترحمي شبابها ورقتها وقلبها الحنين. أصل الحكاية اتنيلت خالص إمبارح. ما أنتِ اللي غلطانة يا نوال. يرضيك يا أستاذ عبد السلام تقول لبوسها إنها تشتغل رقصة؟ إيه؟ رقصة؟ رقصة من ال أيوه تصور. أنا كنت عايزة أساعده في مصروف البيت. ثم جارتنا دي ما هي رقاصة. مالها؟ وكوثر جارتنا بتشتغل في كافيتيريا وعندها عربية. وليه كل ما أكلمه كلمة والتانية يزعق؟ اشمعنى يعني عناية جارتنا هي صاحبة الرأي والنهي في بيتها؟ أنا دلوقتي فهمت بقى. فهمت إيه؟ يا نوال يا بنتي أنا أكبر منك سنا وأعرف الدنيا أكتر منك. واللي يسمع كلام الناس ويصدقهم عمال على بطال لازم يضيع. أما الست عنايات اللي بتتكلمي عنها دي فأنا بقول لك إنها ما تقدرش تكح قدام جوزها. وإذا ما كنتيش مصدقة أنا مستعد أوريكي ده بنفسك. وشقة 8 ربنا يستر على عبيده وغيره وغيره وغيره. يا نوال يا بنتي الناس ماشية في الشوارع وعلى وجوههم أقنعة يداروا بيه حقيقتهم علشان يغشوا غيرهم. معقول الكلام ده كله؟ يعني الأستاذ عبد السلام هيكذب؟ وما تنسيش إن أنا ساكن في البيت من سنين وأعرف كل اللي فيه. ما كانش لازم تفتحي بيتك لكل من هب ودب. عشان كده ناس زمان قالوا اسأل عن الجار قبل الدار. صحيح الواحد ما بيصدق إنه يلاقي سكن يسكن فيه، إنما ده ما يمنعش إن الواحد يعيش في حاله ويرسم حياته على حسب ظروفه من غير ما حد يأثر عليه. يا ما في ناس غاوية تحط غيرها في مصايب وتقعد تتفرج عليهم. وانا كنت حعرف منين انهم بالشكل ده؟ عشان كده الواحد مش لازم يتطرق في علاقته مع الناس خصوصا مع جيران. على العموم يا جماعة الحمد لله اللي الحاجات دي حصلت في الاول علشان بعد كده تقدروا تكملوا المشوار في سعادة وهناء. وياريت حضرتك تروحي دلوقتي علشان لما احمد يوصل ما يلاقيش حد في البيت غيرها. وكلمتين حلوين منك هيرجعوا كل شيء لأصل. عندك حق يا استاذ عبد السلام. احمد مش لازم يعرف ابدا ان انا عرفت. خليه يحس انك انت اللي مقتنعه برايه. اتفضلي اتفضلي ابصلك يا اعظم سيده على ظهر هذا الكوكب. مفيش داعي تتعب نفسك يا استاذ عبد السلام. اتعب نفسي واسيبك تروحي بالليل لوحدك؟ بس يعني ما فيهاش حاجه يا ماما. ما فيهاش حاجه يا ماما. يا هانم انا مستعد اقضي بقيه عمري في خدمتك. الكلام ده كتير قوي يا استاذ عبد السلام. ولا كتير ولا حاجه. نوال هانم هو اسبوع العسل قضيتوه في اني اوتيل في مينا هاوس. وكان كويس؟ هايل. طيب على العموم اذا ما ظهرناش انا ووالدتك لحد بكره هتلاقونا هناك. ايه الكلام ده يا استاذ عبد السلام؟ ده اقل ما يجب. انت الاسانسير ده بقى يتصلح مش معقول. على رايك. اي رجلي اي رجلي. ايه؟ سلامتك الف سلامه ان شاء الله. انا رجلي يا استاذ عبد السلام. انا هتصرف حالا. اي رجلي. وريني كده. الواحد لما يذكر يحس انه جدع ويقعد يقول انا جدع لغايه الصبح. انا شارب ازازه بحالها وحاسس ان انا مش جدع.
الو، ايوه انا. مش معقول. طيب طيب ماما فين؟ الشغالة ضربتني وقالت لي انها ما رجعتش البيت لغاية دلوقتي. ما تخافيش، ماما عندي في شقتك. معناه ايه الكلام ده يا استاذ عبد السلام؟ واحنا خارجين من باب البيت رجلها التانت تحتها ووقعت على الارض. طبعا ما قدرناش نطلع السلالم دي كلها تاني، وكمان ما قدرناش نطلع الشارع علشان ناخد تاكسي، فحوشتها عندي. وعامله ايه دلوقتي ماما؟ طمني. ماما بخير، بس انا حزين على نفسي، حزين قوي. قصدك ايه؟ مش فاهم. لما ماما وقعت حاولت اشيلها من ايدي، تصوري ما قدرتش، خطوة والتانية ولقيت نفسي راح. يخص عليك يا زمن. نهايته. ايه اخبار احمد؟ طمنيني، مش كله تمام؟ ما جاش البيت لحد دلوقتي. غريبة. اجي معاك، عايز اشوف ماما. لا خليك انت هنا، يمكن احمد يجي، وانا غرضي لما يرجع يلاقيكي موجوده، وانا هبقى اطمنك عليها. كويس قوي. مش العده بتاعتكم؟ اهو.
فين النقطة؟ طب اتفضل اطلع لمراتك فوق وانا هطلع نقطك. اه بس اتنقطيني نقطة نقطة زي حنفية. اسمعوا يا ولاد، من هنا ورايح يا تشتركوا غسالة يا تقعدوا بهدومكم وسخة، مش تنضفوا على حساب العالم الغلابة. الله انت مجنونة يا جدع انت ولا ايه؟ انت اللي مجنونة وستين مجنونة، بتفتري على العالم ليه؟ ثم بتضربيها بالدماغ ليه؟ محدش عنده دماغ غيرك يعني؟ احمد حبيبي شغلتني عليك. ده وعيدك انا مش احمد ومش حبيبي، انت تبقي مين انت؟ حبيبي انا نوال. نوال مين؟ الرقاصة؟ انت نوال الرقاصة؟ لا انت شقة تمانية. نوال فين؟ لازم عند عبد السلام الدمنهوري، انا اروح اطب عليهم. عبد السلام الدمنهوري نوال. عبد السلام الدمنهوري نوال. احمد ارجع يا احمد ارجع. ابعد عني يا عبد السلام منهوري. نفسي ومنى عيني كل يوم الصبح اقبل السلمه اللي شنكلتك وخلتني اقضي جنبك اجمل ايام عمري. استاذ عبد السلام ارجوك بلاش الكلام ده. مش بايدي يا هانم، خلاص ما بقتش قادر اكتم واخبي بعد عذاب الحب مفضبي. وبعدين يا استاذ عبد السلام الضغط يولد الانفجار. نواف يا استاذ عبد القول من رب رحيم. نواف فوق يا اخي. نواف مش فوق، نواف بره. انتوا بتعملوا ايه؟ نواف نواف نواف. الله اعلم. احمد انتوا بتعملوا ايه؟ احمد فين؟ احمد خرج خرج. احمد استنى يا احمد. هي مالها؟ الله اعلم. اهو من هنا يا استاذ، احنا وراه مسافر طويل. يعني يا هو في العماره. مش معقول. قرب يا ابني. انتوا بتعملوا ايه؟ وانت مال اهلك؟ يا اخي ما زي بعضه بقى. الناس دي كلها عرف الباب السري بتاع القصر فين؟ انا مش مطمنه ابدا. وانا الان يلا نشوف بيعملوا ايه. احمد محدش يقرب لي. احمد استنى يا احمد. محدش يقرب لي. احمد سيبوني، انتوا عايزين مني ايه؟ انا نوال يا احمد. لا انتوا الجيران. نوال مش كده ابدا. ثم انا مش متجوز الجيران، انا متجوز نوال. انتوا عايزين مني ايه؟ خلاص يا حبيبي ما بقاش في جيران، بقيت نوال وبس. هفكر واتكلم بعقل نوال وبقلب نوال وبلسان نوال. حياتنا هنبنيها زي ما احنا عايزين وبالطريقه اللي تساعدنا من غير ما حد يدخل فيها. والولايه اللي سمعنا ايات ملناش دعوه بيها. وكوثر وديدي وبقيه العماره ليهم حياتهم ولينا حياتنا. نوال كنت فين يا نوال؟ حبيب قلبي تعالى. هو ده اللي فتح لي دماغي. يا استاذ اسجنهولي سايقه عليك النبي. حاسب هو ده اللي نط على سريري يا فندي. يا جماعه يا جماعه مش كده مش كده الكلام اللي بتعملوه ده. ايه ده؟ سيبوهم، هما دلوقتي في لحظه من اجمل لحظات الحب. قطع عني الخلف يا عبد السلام. احسن نهايته. يلا يا ست جمالات يلا تعالي. بمناسبه الخلف ايه رايك بعد الجواز استاذ عبد السلام؟ يا سلام على الناس الكمل لما تنكسف. بالمناسبه دي انا عزمك الليله دي على فيلم فرنساوي اسمه امبيانس. مكسوف كده ليه في شعر العسل؟ احمد يا حبيبي ايه رايك لو اشتغل ممثله؟ ممثله؟ استنوا 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 خدوني معاكم.